ملف حفلة توزيع الجوائز بدبي لسه ما تسكر، والتداعيات والأخبار لساتها متواصلة لحد الآن. فامبارحة شارك كل من عمر أبو الرب وبرهون معراوي فيديو على قنواتهم على يوتيوب عبروا من خلاله عن استيائهم من الحفل وزعلهم بسبب عدم دعوتهم وعدم ترشيحهم لنيل هذه الجوائز. غير عن ذلك فتحدثوا عن استيائهم لخسارة بعض من اليوتيوبرز، واللي من بينهم أبو الرب ونالين بيوتي وأسامة مروة، مقارنين فوز غيث مروان بخسارة أسامة مروة ومعلقين أن أسامة كان يستحق الفوز أكثر من غيث. ولمح عمر أيضا أن نور ستارز ما تستحق الجائزة أيضا نظرا لمحتواها. فبعد هالفيديوهين شارك غيث مروان ستوري على انستغرام علق بالخلاله بي: هالجائزة اللي ربحته كنت حابب يربحها كمان أسامة أو نارين لأنه يستاهلوها، وأنا وأسامة كنا قاعدين جنب بعض وقلنا إذا بيربحها حدا فينا معناته أنا وأنت ربحنا لأنه مثل أخوي، بس حاسس الجائزة اللي ربحتها ضايقت كتير مشاهير، إن شاء الله المرة الجاي بتربحوها وبنزل فيديو أبارك لكم. وشارك هالفيديو من الحفل وعلق به: منيح أنه الموقف مصور. ليشارك برهوم ستوري هات من بعد الهجوم الشنيع من طرف المتابعين واللي عاتبوه على تصريحاته، ومن بعد ستوري غيث مروان على انستغرام حيث اعتذر برهوم وحكى انه كان صريح جدا ولكن لم يقصد الاساءة. اما عمر ابو الرب فاختفى لحد الان بعد هذا الفيديو. اوكي باشا، انا عدلت على اخر فيديو نزلته لكثير اسباب، اللي هنن انه اغلب اللي ذكرتهم بالفيديو هنن اصحابي، تمام، وكنت صريح زيادة عن اللزوم حسب ما انا بشوفه حسب كتير ناس شايفين، ولكن انفهم الموضوع بشكل غلط كليا. وحتى لو انفهم الموضوع بشكل غلط انا ما راح اكون عنيد لدرجة انه هن يكونوا عنيدين وانا عنيد وبالنهاية نخسر بعض على شغلات تافهة. فانا ماني مستعد افوت بمشاكل حط على اسمي، وانا ابدا ماني متعصد هاي المشكلة. اوكي، زائد شيء كمان لازم تاخذوه بعين الاعتبار ومهم، انه انا بني ادم كثير بفتخر باصحابي، ان كان اخذوا جوائز قيمه ولا جوائز قليله ولا جوائز كبيره، اللي له نصيب اخذوا. انا جدا مبسوط وفخور بالناس يلي ربحت عن جد، ابدا ما في مقارنه من اي بين اي شخص وشخص، لانه كل شخص كان بفئه وهي الشخص